السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم على قناتي سمورة. إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة، ما تنساوش دائما الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد. وأنا نخلي لكم الروابط للقناة الثانية وصفحتي على الانستغرام، غتشرفوني بطبيعة الحال. كما كتشوفوا إن شاء الله نوريكم كيفاش تعملوا واحد المفرش من البومبو، من أشياء بسيطة، يعني من أشياء بسيطة، فقط خيوط وواحد المفرش. بالنسبة لهذا المفرش اللي غنوري لكم، ف كاين كيستعملوا الناس واحد المفرش، هو تيكون قاسح صلب، سميتو الكانفا، ولكن الثمن ديالو تيكون غالي، ويعني وما تيكونش متوفر في يعني في كل الاماكن او في كل المدن، سواء هنايا في اوروبا او عند العرب طبيعة الحال. لهذا فانا فمن اللي كنت في محل الاكسيو، لقيت انه كان واحد مفرش كيشبه لي، لكن هو يعني ماشي قاسح، فهو رطب، فقلت علاش لا، ما انا نستعمله، خصوصا الثمن ديالو فهو ثمن مناسب جدا. غنوريكم طبيعة الحال المفرش، الشكل ديالو، فهذا هو المفرش. كما كتشوفوا هاد المفارش فتكونوا في الوان مختلفه، كيتوضعوا في التيغوار او في المجوره، باش هكا الى حليت المجر ما يتحركوش الاشياء اللي موجوده فيه. كما كتشوفوا فهو في فتوحات. بالنسبه كما قلت لكم، فانا خديته في محل اكسو، وهو ما متوفرش فقط في محل اكسو، كاين ايضا في المارشيات، يعني في الاسواق الشعبيه، هنا في فرنسا كاين في الاسواق الشعبيه، كاين في مختلف المحلات، كاين في الوان مختلفه، كاين ايضا في المغرب في ايكيا، في بغيكوما كما كنعقل على السميه، يعني كاين ميسو بغيكولاج ايضا، فهو متوفر فيه. الا واحد ما بغاش انه ياخذ يعني غالي بطبيعه الحال، فقط في الاسواق الشعبيه فهو متوفر، صراحه متوفر، يعني احسن انكم تاخذوا في المجازات. وغتحتاجوا هاد لي بومبو. بالنسبه للبومبو فانا سبق لي تقريبا وضعت جوج طرق باش انكم تصاوبوهم. بطبيعة الحال اذا بغيت نوريكم كل الطرق باش تصوبوا هاد لي بومبو، فخليو ليا فقط في التعاليق. كما كتشوف انا ما خليتهمش ناعمين، خليتهم شويه هكا واقفين، لانه بغيت هكا يكون عندهم واحد الحجم، يكون عندهم واحد الحجم، ما بغيتهمش انهم يكونوا هكا يعني ناعمين. فهمت كنت تقولوا، فهمت الفكره؟ نبداو على بركه الله. كما كتشوف انا غادي خديت واحد الصحن وغادي نطراسي بالقلم على شكل دائره. كما قلت بالنسبه لهاد لي بومبو، فالطريقه ديالي باش عملت كميه كبيره انني خديت جوج كراسي، يعني بعدتهم على بعضياتهم ولفيت عليهم الخيط تقريبا 50 مره، لفيت عليهم الخيط 50 مره. من بعد يعني كل هكا 3 سنتيم او 4 سنتيم كندير واحد العقده على طول داك الخيط اللي لفيت عليه الكرسي، ومن بعد كنقطعو وكنقاد بعض الزوايا الا كانت هكايا ماشي متناسبه، فعطاني كميه كبيره. كما كتشوف من بعد ما تراسيت الدائره فانا غنقطعها، فقط حاول انكم تقطعوها، يعني الشكل اللي يعني ما تعتمدوش على الشكل اللي انا عملت انايا، تقدروا انكم ديروا شكل مربع، على شكل مستطيل، على شكل قلب ايضا. الا بغيت نوريكم كيفاش تعملوا واحد ديكور زويون هكا، يعني البنوتات على شكل قلب او على شكل دميه، ايضا الا بغيتوا تعملوا على شكل دميه مثل الدب او اي دميه هكايا كتعجب الاطفال ديالكم، فقط خليوا لي في التعاليق، ان شاء الله نكون سعيده انني نعمل لكم الفكره. كما كتشوفوا من بعد ما تحصلت على الدائره، فانا غتحتاجوا سواء ابره او اي حاجه عندكم صغيره، او انا غنستعمل سناره مقازرها صغيور هكاي باش يسمح لي انني نمر. دائما ملي تقطعوا لي بومبو خليو داك الخيط طويل، دائما قبل ما تقطعوا لي بومبو خليو، او قبل ما تديروا العقده او الخيط باش يجمع لكم هاد لي بومبو، فخليو الخيط طويل لانه هو اللي غتعاملوا به العقد. كما كتشوفوا
فندخل كل جزء من الخيط في فتحة من هذا المفرش هذا، وغادي نعمل واحد ثلاث عقد او عقدتين حسب يعني السمك ديال الخيط. اذا كان الخيط يعني السمك ديالو كبير فقط جوج عقد كافية، اذا كان السمك ديالو بحالي انايا يعني ثلاث عقد فهي كافية، وغتستمروا بهذه الطريقه. دائما حاولوا انكم تختاروا الشكل اللي انتم بغيتوا، يعني واش او دائما صوروا ملي توزعوا هاد لي بومبو صوروهم باش تشوفوا كيفاش انتم بغيتوا هذاك، كيفاش انتم بغيتوا الشكل يكون، يعني او الالوان كيفاش بغيتوهم يكونوا. انا هنا صورت اول حاجه، وضعت هاد لي بومبو في المفرش، وضعتهم في المفرش اول حاجه ملي عجبني الشكل فصورته، بعد ذلك فخدمت عليه. كما كتشوفوا حاولوا دائما تعملوا هاد لي بومبو في نفس يعني في نفس يعني في نفس المكان، ما يكونش حد الاختلاف كبير. ضروري ما ضش الانسان ما ضش يحسب كل مره يحسب شحال من فتحه باش انه يعمل البومبو الثانيه، فقط يعني عينكم ميزانكم غتعرفوا المكان اللي غتوضعوا فيه البومبو الثانية، وغتستمروا بهذه الطريقة. بالنسبة لكم انتوا غتعملوا بحالي انا، فغديروا هذا اللون في الجوانب من بعد ما تكملوا يعني اول دائرة، هكا غتبقاو حتى تعمروا الدوائر في الوسط حتى توصلوا للمركز. هذا بالنسبة لي غتجي فغتجي اسهل بالنسبة للدائرة، كيف ما تكون الفكرة واضحة. وغادي نخليكم مع الفيديو باش تشوفوا هكايا الطريقة كاملة. كما كتلاحظوا فهذا هو الشكل النهائي من بعد ما لفيت كل البومبو على هذا المفرش. كما كتشوفوا هنا عملت المركز يعني اللون ديالو مناسب للون ديال اول دائره. هنايا هذا هو المكان ديال يعني فين عملنا العقاد والخيوط. طريقه سهله انكم فقط تقطعوهم طبيعه الحال. كما قلت ممكن انك تعملوا اي شكل بغيتوا. الا ما بغيتوش انكم ديروا هاد العقد كل مره تقعدوا ديروا العقد عقد، فقط الا عندكم مسدس الشمع او السيليكون تلصقوا هاد لي بومبو فقط بمسدس الشمع فهو ايضا كيتبت جيدا، خصوصا الا كنتو تبغوا تعملوه كزينه او كديكور. لكن الا كنتو غتعملوه كمفرش يعني في الارض، كمفرش هكا يكون كبير في الارض جلب سرير او في جنب غرف الاطفال، فمن الافضل انكم تعملوا هاد العقد باش هكا الا توسخ ليكم فقط يعني تصبنوه بايديكم او تغسلوه بايديكم باش تعاودوا تستعملوه مره اخرى. انا هنا غنستعملو كزينه، كما كتشوفوا الحجم ديالو صغير بطبيعه الحال، فانا غنستعملو كزينه. واختاريت هاد الالوان لانه مناسب للون ديال الغرفه، لهذا فانا اختاريت هاد جوج ديال الالوان. بالنسبه لهاد الخيوط فانا ما وريتكمش زعما شنو النوع ديالهم وداك الشيء، لانه سبق لي وريتهم لكم في المشتريات في قناتي الثانيه، فخديتهم فقط في هذيك اللي كيبيعوا في الشيف اللي كيبيعوا الاشياء المستعمله في الشارع. لكن هادو فهما غير مستعملين، فهما انا خديتهم بالتيكيت ديالهم جدادين. كما قلت مش ضروري ان الانسان ياخذ من المحلات، فقط يقلب ويشوف الاشياء اللي غادي تساعده في الاعمال اليدويه.
وهذا هو الشكل النهائي كما كتشوفوا، هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى ان شاء الله تكون الفكره نالت الاعجاب ديالكم. طبيعه الحال غادي يكون افكار اخرى بهاد لي بومبو، لانهم دارجين على الموضه، وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى ان شاء الله تكون الفكره نالت الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر باذن الله تعالى. الا عندكم اي استفسار فخليوا لي في التعليق. دمتم بخير، مع السلامه.